السلام عليكم. ثم مثال يجي قدامي كي نتفكر العمايل نتاع قيس سعيد، وهو كي الطبيب ما خلاش حبيب. جميع الاسلاك وجميع السلط وجميع الوظائف الكل والإدارة اللي هي إدارة الدولة كلها دمرها، هو من فيها أعداء ما عنده إلا الأعداء في وسطها، وكل واحد يلقى له ضربة يضرب. وصلنا لدرجة معناها نتاع سخافة واستمرار المسرحية اللي المخرج بتاعها سي فاروق معسكر إلى مهازل. توا في كل نشرة أخبار قيسية اش يقولون عاملين ومضة هكا، ردوا بالكم من الفيك نيوز، ردوا بالكم من الغش، من الأكاذيب. إذا تحبوا الحقائق امشيوا للمصدر نتاعها، وهي ليزي والدرشو العليا والمستقلة نتاع معسكر. تو هكا انت وليت يا معسكر المصدر الوحيد نتاع الحقائق، انت المصدر الوحيد نتاع الكذب وتدليس الحقائق وتزييف الواقع. يا رجل اتقي ربي. تو اخر المهازل هي عاملين مش يعملوا ولا ما لقاوش نصابهم على كل حال، ولا حتى اعضاء البرلمان نتاعو هذاك خايفين من المستقبل. قلت المحاسبه جايه ومتاكدين ان المحاسبه جايه، الا هو ومعسكر وليلى جفال ما همش هنا، ما يهمهمش كاميكاز مش الاخر. هي لكن ما لقاوش نصاب لتوا، ما لقاوش نصاب باش يصوتوا على اعدام المحكمه الاداريه. عمركم شفتوا يعني هي مذكوره حتى في دستوره هو بتاع عام 22، مش في الدساتير اللي قبله في الاعراف وفي جميع دساتير العالم، لا مذكوره حتى عنده هو. وهو يقول لك ما يهمنيش انا، حتى في دستوري هذاك اللي كتبته وحدي ونشرته وحدي في الرايد الرسمي ده نقضي عليه المحكمه الاداريه. ويرد الاختصاص بتاع النظر في كل ما هو طعون والحملات الانتخابيه يردها من مشمولات ليلى جفال اللي هي على ذمته. شفتوا انه وصلنا يحب حتى يكذب على يكذب هو باسمه على الصين. قالوا هاي مش تبني وهاي مش تعاون ومش شارك في التي جي في وفي المستشفى وفي كذا. عثوا سفيرهم ساكن قالوا لا في بناش، وهذا التي جي في اول مره نسمعوا به، والسبيطار اول مره نسمعوا به. انها ما فما كون قلنا للشركات الكبيره نتاعنا المقاولات باش تشارك في مناقصات، اذا كان عملتها تونس يشاركوا مع شركات فرنسويه وامريكيه خاصه فرنسويه. هذا هو حد معلومات الصين الرسميه، هو هذا. واحنا ما زلنا ندلسوا وما زلنا نكذبوا وما زلنا نقدموا في مجلس وزراء مترأسوا رئيس حكومته وسخنوا في البيت اللي تعمل الكل. قالوا انا مش نبداو نعملوه، مش ما عملتوش توا 5 سنين، او تحريك المشاريع الكبرى او انشاء المستشفى المدينه الطبيه والاخرى والاخرى والاخرى، وعدت في المشاريع. يا ولدي احنا توا في الدقيقه 90 وعنده صفر الاربيتر اللي الطرح فاق اللعب فاق، وبداوا الناس يحضروا في تردنهم. يعني قلت لكم يحضروا حتى وين يهربوا، ولكن ما عندهمش مهرب وين مش يمشيوا. اللهم للامارات ممكن محضر هربه، الله اعلم. على كل حال مشي مسؤوليتنا هذيك تبرسوا بعد، المهم نتخلصوا منه هو مهما كان، وننتخبوا اذا كان قعد في السجن وقعد مترشح لعياش الزمان اهون اهون مهما كان اهون، حتى ولو ما نوافقوهش ولا ما جربش السلطة الكبيرة والحكم وكذا ديما يقعد أهون. فيك يا شعب، فيك يا شعب، راك في منحدر الدرك الأسفل بسبب هو وسبب الهبال
والجنون والعبث، والسلام عليكم.